بان دار مجموعه تصريحات اللي كتعطي الانطباع بان يمكن لا غيزون ديتخ ديال الدبلوماسيه الجزائريه اصبحت هي قضيه الصحراء، يعني يمكن كيهضر عليها اكثر من اي واحد اخر. وفي هذا الاطار هذا يمكن لي ندير واحد جوج ولا ثلاثه تعليقات على ما سمعت. المساله الاولى، انا يمكن لي اول مره متفق مع الزميل ديالي ملي كيقول بان الحل غيكون لما الاطراف الحقيقيه الطرفين الحقيقيين يجلسوا ويتذاكروا باش يوصلوا للحل. هذا المغربي كان كيقول دائما على اعتبار بان الطرفين الحقيقيين هما المغرب والجزائر، بان الجزائر بهذا الشيء اللي كتقول بهذا الشيء اللي كدير بهذا الشيء اللي وهاد التعبئه اللي دايره وبهاد يعني بهاد المواقف ديالها كتاكد بانها الطرف الحقيقي، والمغرب متفق على ان الحل ما يمكن له يكون الا مغربي جزائري على اعتبار بان الجزائر هي الطرف الحقيقي وماشي المغرب اللي كيقولها. هي كتاكدوا يوميا، كتاكدوا يوميا بالتصريحات بالافعال بالمساعي بالتحركات اللي عنده شي موقف كيجي كيدافع عليه، كيدافع عليه حول الطاوله. اللي عنده شي توجه كيجي وكيعبر عليه وكيقول. والجزائر عندها موقف، عندها توجه، هي طرف حقيقي في هذا النزاع في الخلق ديالو في الاستمرار ديالو، وخصها تحمل المسؤوليه في الحل ديالو على قد مسؤوليتها في اقامه النزاع. التعليق الثاني هو ان المغرب، واش سمعت في التعليق ديال الزميل ديالي انه كيتحدث على الامم المتحده والدور ديالها. الامم المتحده في المحادثه ما بين جلالة الملك والامين العام كان تاكيد من قبل جلالة الملك على امرين اساسيين، هما التشبث بوقف اطلاق النار والتشبث بالمسلسل السياسي. اليوم كاينه محاولات لتعيين مبعوث شخصي، خصنا نشوفوا من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي اليوم. المغرب عطى الموافقة عليه، المغرب عطى الموافقة على تعيين المبعوث الشخصي، من يعرقل؟ يعني الدبلوماسية المغربية كما أكد ذلك جلالة الملك هي مبنية على الوضوح. المغرب ملي كيكون موقفه واضح كيقولوا، موقف المغرب هو أنه يعني الاقتراح اللي كيقدم الأمين العام المغرب معه والمغرب تجاوب معه بشكل إيجابي. خصنا نشوفوا اليوم من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي، ومن كيدير تناقض بين ما يقول وما يفعل. من يقول على الأمين العام تعيين مبعوث شخصي، ومن يفعل كل شيء لعرقلة هذا التعيين؟ من يقول بأنه مع الاستقرار ومع حفظ وقف إطلاق النار، ومن يسلح، من يدعم، من يخرق وقف إطلاق النار يوميا؟ هذا هو يعني التوضيح اللي مطلوب اليوم. المغرب واضح، المغرب منين كي عنده موقف كيعبر عليه وكيقوله. المغرب كيقول بأن لا مسلسل بدون الجزائر وكيأكدها، ولكن المغرب كيقول الأمم المتحدة والمسلسل الأممي ضروري وفق محددات واضحة ولكن ضروري. لهذا المغرب تجاوب مع تعيين، مع اقتراح تعيين الممثل الأمين العام. والمغرب اليوم كيقول اللي ضد هذا التعيين خصو يقولها ويقولها صراحة، ما يبقاش في هذا التناقض. النقطة الثالثة واللي كانت شوية هي أثارت الاستغراب هي ملي كنسمع بأن الدبلوماسية الجزائرية كتحدث على حقوق الإنسان والمينيرسو وغيرها. هذا يثير ماشي غير الاستغراب، بعض الأحيان يثير حتى يعني ليغوني. واش الجزائر تتحدث على حقوق الإنسان منذ متى؟ خاصة أن يعني العناصر هي عناصر اللي كتقول الدبلوماسية الجزائرية عناصر يعني مغلوطة. البعثات ديال الأمم المتحدة 17 على الأقل الثلث ديالها ما عندوش، ما كيهتمش بحقوق الإنسان، وهذا هذه مسألة هذه تغليط ومغالطة يجب يعني توضيحها. ثانيا المغرب واضح في هذه المسألة هذه وكيقول ماشي الجزائر اللي تهضر على حقوق الإنسان، ربما آخر من يمكن يهضر على حقوق الإنسان.
ولكن المغرب يعني دور المينيورسو واضح، هو وقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار فقط. للأسف مراقبة وقف إطلاق النار لليوم المينيورسو تعاني من تضييق على تحركتها، وخصي هنا كذلك يحيد التناقض. من يعرقل عمل المينيورسو؟ من يمنع المينيورسو من القيام في واجبها من مراقبة وقف إطلاق النار في شرق الجدار الأمني؟ هذه المغرب ما كي مغرب دبلوماسيته كما قيادة جلالة الملك هي دبلوماسية الوضوح، ولكن لأنك يعتبر بأن التناقض بين الأقوال والأفعال ما كيعطيش المصداقية للعمل الدبلوماسي. تقديم المغالطات ما يقدمش الملف. لهذا فنكرر بأن المغرب تشبت بوقف إطلاق النار، ولكن المغرب بحال اللي قال جلالة الملك سيرد بقوة على أي تهديد لأمنه وسلامته. المغرب متشبت بالمسلسل السياسي وكيواكب بشكل بناء الخطوات اللي كيتخذ الأمين العام في هذا الإطار، ولكن في نفس الوقت المسلسل السياسي عنده محددات، ومحدده الأساسي هو أن الطرف الحقيقي يجي يدافع على راسه، ما يبقاش ما يدافعش بالتصريحات، يدافع في المفاوضات بحال اللي قال يعني الوزير الجزائري، على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة. الطرفين الحقيقيين معروفين، وبالنسبة للمغرب الجزائر طرف حقيقي. والنقطة الثالثة هي تقديم المغالطات، وهذا مش وقت المناورة، هذا وقت العمل الجدي. لكانت الاستقرار المنطقة كتهم الجزائر.